يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس وأقوم بإمامة الطلاب والمدرسين في صلاة الظهر في المدرسة، ونحن نصلي بمجرد دخول الوقت، وأنا أنويها نافلة ثم إذا خرجت من المدرسة ذهبت إلى مسجد قريب صليت هناك ونويتها فريضة، فهل فعلي صحيح؟ لا، الأولى هي الفريضة، الأولى هي الفريضة والثانية نافلة. نعم.